أكثر الأماكن الطبيعية خطراً على وجه الأرض. بحيرة تروك تقع قبالة جزيرة ميكرونيزيا، وتضم هذه البحيرة مجموعة من أكبر السفن في العالم. أثناء الحرب العالمية الثانية اختارت اليابان بحيرة تروك مقراً لها لمواجهة الحلفاء، ولكن سرعان ما انقلب الأمر وأصبحت البحيرة أكبر مخبأ لها في المنطقة، حيث شنت القوات الأمريكية هجوماً أسفر عن غرق أكثر من 60 سفينة، ولا زال حطام هذه السفن موجوداً حتى الآن. تحتفظ البحيرة بأغلب بقايا السفن الغارقة سليمة كما هي، ومئات القنابل غير المستخدمة وصناديق الإمدادات، بالإضافة إلى الكثير من الهياكل البشرية المتناثرة، مما يجعلها أكثر الأماكن رعباً. باب جهنم. ديرويز هي قرية صغيرة في شمال تركمانستان، تقع في وسط الصحراء ويبلغ عدد سكانها 350 فقط. تسمى هذه القرية بباب جهنم، حيث تضم حفرة عمقها 70 مترا، كأنها نافذة مطلة على الجحيم. فهذه الحفرة مشتعلة منذ أكثر من 40 عام. بدأت قصة الحفرة عام 1971، حيث تم اكتشاف كهف ضخم متصل مع هذه الحفرة، ويضم هذا الكهف أكبر كمية غازات خطيرة على سطح الأرض. فقام علماء الجيولوجيا حينها بإشعال النار في تلك الحفرة أملاً في التخلص من هذه الغازات واستكشاف الكهف، ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، حيث اتضح أن الحفرة تقع على حقل من الغاز الطبيعي، وهو ما أبقى النار مشتعلة حتى لحظتنا هذه، أي ما يقارب نصف قرن. منطقة العفر. تعتبر هذه المنطقة إحدى أقصى البيئات في العالم. تقع منطقة العفر في أثيوبيا، وهي عبارة عن سلسلة من التلال، وتضم المواقع الأكثر نشاطاً جيولوجياً على كوكب الأرض. في عام 2005، وفي فترة لا تتعدى شهرين، تعرضت المنطقة ل 165 زلزال، بالإضافة إلى التصدعات التي تصل مئات الأمتار، وذلك لكونها موطناً لواحدة من أكبر بحيرات الحمم البركانية في العالم. ويعتقد العلماء أنه بسبب النشاط الزائد في هذه المنطقة والبراكين والحمم والزلازل، سينقسم القرن الأفريقي في نهاية المطاف. محجر هودج الأثري. يوجد هذا المحجر الأثري القديم في المملكة المتحدة، ويعتبر بقعة هامة وجذابة بالنسبة للغواصين في الآونة الأخيرة. ووفقاً لإحصائيات حديثة، شهدت هذه المنطقة أكبر عدد من حالات الغرق على مر السنين، ورغم ذلك لازال بعض الغواصين يلبون نداء المغامرة ويجازفون بأرواحهم. وأحد أسباب شهرة هذا المكان الصور التي التقطها المصور بيتر باردسلي عام 2011، والجماجم وظلال الأشباح التي أقسم برؤيتها في المياه، فأضفى على المكان غموضاً أثار فضول الكثير من الناس. لاحظ كيف أن انعكاس الصخور على الماء كون شكل الهيكل العظمي. نامس كارو هي منطقة في أيسلندا تقع في قاعدة جبل. تعتبر المنطقة بأسرها بقعة ملتهبة دائمة النشاط، وتقدم واحدة من المناظر الطبيعية الأكثر غموضاً ورعباً على الكوكب، حيث تغطى الأرض بالحمم البركانية التي تفور وينبثق منها البخار الكبريتي والغاز البركاني الذي يكون الضباب المستمر على المنطقة. هذا المكان المثير للاهتمام يمنحك الشعور بالخوف، فرؤية البخار في كل مكان وصوت المياه الساخنة والفقاعات أشبه بالجحيم. المحمية الطبيعية في تسينجي دي بيماراها. توجد هذه المحمية في مدغشقر، وهي واحدة من أغرب الأماكن. اعتمدها اليونسكو موقعاً للتراث العالمي، وهي عبارة عن غابة من الصخور العالية ذات الأطراف الحادة، سلسلة ضخمة من أحجار الكلس الشاهقة كأنها أبراج، قد يصل ارتفاع الصخرة إلى 120 متراً في بعض المناطق. يصف أحد مصوري ناشونال جيوغرافيك مدى الصعوبة في السفر عبر هذه الحديقة، حيث قال: كنا نتقلص كي نستطيع السير خلال الممرات، وكنا نتشبث بواسطة الحبال بأطراف الصخور الحادة. كان كل شيء غريبا للغاية، فكانت أسطح الوديان عبارة عن صخور محطمة مكسورة. الحفاظ على التوازن في منطقة كهذه أمر بالغ الصعوبة. نهر بيريتو مورينو الجليدي. حقل باتاغونيا الجليدي هو إحدى مناطق جنوب الأرجنتين الجليدية، تبلغ مساحته 17,000 كيلومتر مربع، حيث أنه ثالث أكبر مصدر للمياه العذبة على كوكب الأرض،
ويغذي 48 نهرا من الأنهار الجليدية المنفصلة. أحد تلك الأنهار نهر بيريتو مورينو الجليدي، يشبه أرضا قفراء تضم الثلوج وشظايا الجليد الآتية عبر بحيرة أرجنتينو. تبلغ مساحة هذا النهر لوحده 250 كيلومترا مربع، حيث أنها مساحة شاسعة من قمم الثلج الشاهقة والوديان العميقة. البحيرة الزرقاء. تقع البحيرة الزرقاء في روسيا، وتعرف أيضا ببحيرة كارسيك، وتعتبر من أعمق بحيرات العالم، وتتكون من صخور الحجر الجيري التي تتآكل بفعل المياه من الأسفل، كما أنها محاطة بالجبال وتحتوي على نسبة عالية من كبريتيد الهيدروجين الذي يجعل البحيرة مشرقة فتبدو بهذا اللون الأزرق المتوهج. يبلغ عمقها حوالي 250 مترا، ولا زال منظرها الخلاب يدفع العلماء لإجراء الأبحاث لاكتشاف هذه البحيرة الفريدة. كهوف غومانتوغ هي سلسلة من الكهوف في ماليزيا، تشكل منزلا لطيفا لملايين الخفافيش والعصافير والطيور الصغيرة التي اتخذت منها أعشاشا لها. ويقدر عدد الخفافيش التي تعيش في هذه الكهوف بحوالي 2 مليون خفاش. وتقضي الخفافيش عمرها كاملا في هذه المنطقة ولا ترحل عنها أبدا، حتى أن أرضية الكهوف أصبحت مغطاة تماما بالخفافيش الميتة والتي تتغذى عليها ملايين الفئران والحشرات الأخرى. حديقة مديد الوطنية، واحدة من أكثر المناطق تنوعا في العالم، تغطي معظم الأرض بين جبال الأنديز ونهر تيوتشي في بوليفيا. ولكن رغم جمالها وروعتها إلا أنها خطيرة جدا، فكل شيء بها سام. ففي عام 1999 قضى المصور جويل سارتور شهرا في الحديقة محاولا التقاط بعض الصور للخنازير البرية التي تعيش في المنطقة. وفي إحدى الليالي ظهرت على يديه ووجهه نتوء وطفح جلدي غريب، عرف حينها أنها إحدى أعراض داء الليشمانيات الجلدي. وكان السبب أنه لمس فراشة حطت على يده أثناء جلوسه بالحديقة صباح نفس اليوم، وبعد أسابيع قليلة أصيب بمرض آخر بسبب تناوله لحوم لوثتها ذبابة تدعى ذبابة الرمل، تسببت في إصابة معدته بالطفيليات المعوية. لا تنسى دعمنا بإعجاب والاشتراك بالقناة للمزيد.